تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل اليوم الفيديو الأخير من شابتر 6 اللي كان عنوانه الـ Approximation Methods. احنا في بداية الشابتر حكينا انه حنشرح two main methods: الـ Perturbation Theory والـ Variational Theory. الـ Perturbation Theory شرحناها بالثلاث فيديوهات السابقة بكل حالاتها: First Order for Non-Degenerate Case، في عندي First Order و Second Order، واللي الحالة الثانية اللي هو non-degenerate case. هذه الطريقة الثانية هي الـ variational method. الـ variational method راكبة على مبدأ الـ variational theory اللي خدناه في classical mechanics، وهو مبدأ رياضي بالأصل. إذن الـ variational method is the other main approximate method، وحنشوف انه إلها ميزة عن الـ perturbation theory، لأنه الـ perturbation theory إذا كنتوا ذاكرين كان شرطها أن يكون الهاملتونيان ممكن كتابته بدلالة هاملتونيان أصلي معروف حله زائد جي كابيتال في اللي سميته البرتربيشن، وكان الشرط أنه جي تكون very small. احنا حكينا مرات كتير في مسائل الفيزياء جي بتكون small، وشفنا ممكن يكون ماجنتيك افكت ولا الكتريك افكت اللي هي ستارك افكت، بتحقق هذا الشرط وهو أن وجود تكون سمول، لكن أحياناً في بعض البروبلمز هذا الشرط بتحققش. إذن الـ variational method is the other main approximate method used in quantum mechanics. Compared to the perturbation theory, the variational method can be more efficient in situations when there is no small dimensionless parameter اللي هو G in the problem. Or احنا قلنا H نوت زائد جي في، H نوت هذا محلول. طب ممكن انا بقدرش اكتب بدلالة H نوت محلول وزائد اضافة. Or the system is not exactly solvable when the small parameter is set to zero. يعني لما G goes to zero الهاملتونيا بصير H نوت، صحيح ولا لا؟ الهاملتونيا لانه كان مكتوب H بتساوي H نوت زائد هي، بس نتذكرها مع بعض. احنا كنا في البرتربيشن كان شرطنا انه اتش اقدر اكتبه بدلالة اتش نوت زائد جي في كابيتال في، مزبوط ولا لا؟ هذه جي، كان الشرط انه جي تكون سمول، وقلنا مرات بتكونش صحيحة. ولما جي جوست تو زيرو الهاملتونيان بصير اتش نوت، واتش نوت محلول محلول سولفابل. تمام، اذا في عندي مشكلتين مرات ممكن ما يتحققش. ايت الفيريشنال ميثود قالت لي انا ما اشترطتش هذول الشرطين. ايش على ايش قائمه هذه النظريه؟ بدنا نحكي مع بعض. ايش هي الايديا تبعتها؟ بيقول لي ذا بيسك ايديا اوف ذا فيريشنال ميثود از تو جاس ات ريال ويف فانكشن. انت لا بتعرف الويف فانكشن تبع البروبلم تبعتك ولا بتعرف الانرجي اللي بدك اياها. قال خمنها تخمين. اذا الويف فانكشن اللي بدك تبدا فيه ما هوش الريال ويف فانكشن تبع مسالتك، يعني الناتج لما تعمل اكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان، الهاملتونيان معروف بيكونش الانرجي، مظبوط ولا لا؟ اذا يو هاف تو جاس، بنسميه ريال ويف فانكشن. أنا تجريبي، أنا بحاول. إذن to guess a real wave function for the problem which consists of some adjustable parameters called variational parameters. وطبعا هذا مازال أنا بعمله guessing، بني أقول مثلا والله e to power x تربيع، لا، ولا e to power x، ولا e to power ناقص x، ولا cosine x، ولا sine x. قال حط جنبها parameter عشان هذا البراميتر هو الادجستابل، هو اللي بده يضلك تلعب فيه. انت عدنا نقول اذا نلعب فيه عشان ايش نحقق. اذا بدك تحط ادجستابل باراميتر، بدل ما تقول اي تو باور ماينس اكس قول اي تو باور ماينس الفا اكس، لانك انت بتعرفش اكس ولا 2 اكس ولا 3 اكس ولا نص اكس ولا ربع اكس، وبالتالي خلي الفا. مين اللي نجيبها؟ عدنا بنقول كيف نجيبها الفا. هذه هدول البراميترز اللي هي الفا اللي بحكي عنها بنسميها الـ variational parameter من الـ variational methods. These parameters are adjusted until the energy of the trial wave function is minimized. هذا شرط الـ variational method. بيقول لي بدك تضلك هذه تغير فيها ألفا لحد ما تصير الـ energy minimum، يعني تعمل minimization.
بدك تجيب الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان، تفاضله بالنسبه للباراميترز هدول وتسويه بزيرو، تجيب قيم الباراميترز اللي خلت قيمه التكامل او قيمه الاكسبكتيشن فاليو مينيمم، عوضها في قيمه الاكسبكتيشن فاليو. هذه هي بتكون الانرجي. كيف؟ على اي اساس استندنا؟ استندنا على نظريه رياضيه مشتقه من مبدا الفاريشنال ميثود. تمام. Why would it make sense that the best approximated real wave function is the one with the lowest energy؟ بقول على ايش اعتمدت؟ بقول له this results from the variational theory. هذه جايه من مبدا الفاريشنال ثيوري. وايش بتقول؟ بتقول state that the energy E of any real wave function is always an upper bound to the exact ground state energy. الانرجي احنا ليش بنقول ground state energy؟ لانه اقل انرجي. اذا معناته الانرجي ايا كانت بدها تكون اكبر من الground state energy، اقل انرجي ممكنه هي الground state energy. تمام. This can be proven. خلينا نشتقها هذه المعلومة، انه الانرجي بدها تكون اكبر من الground state energy منطقيا. This can be proven easily by the following lemma. زي ما اتفقنا هذه اللمة جاية من مبدأ الفاريشنال ميثود. بيقول لي let psi be an arbitrary normalized kit. psi هذه أنا اللي اقترحتها، الريال ويف فانكشن. هل هي الريال ويف فانكشن تبعت الهاملتونيان؟ لا، أنا بقول لك let افترض. and E1 be the ground state energy of the Hamiltonian. و E1 هي الground state energy، مرات بكتبها E0 مرات E1. ما انتم عارفين الground state في الهارمونيك اوسيليتر E0، لكن في الهيدروجين اتوم E1. خلينا نقول 1 يعني اول energy. هذه E1 هي الground state energy وانا بدي اياها. then the following inequality always hold. بيقول لي دائما هذه الانكواليتي بتكون صحيحة. الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان في الفانكشن الاربيترال اللي انت اقترحته لازم يكون اكبر او يساوي اي واحد، لانه هذا لو كان هذا صح، لو هذا كان صح، هذا عباره عن اي ان. لو هذا صح معناته هذا بده يكون اي ان. هذا لو كان هذا صح، و E إن أكبر أو تساوي E1، مظبوط، لأنه E إن هذه إما E1 أو E2 أو E3 أو E4. تمام. خلينا كيف اشتقوها في الرياضيات. قالت مش هذه بصاي أنت بتقول arbitrary، بقول له أنا بقترحها. قال ممكن تكتبها بدلالة الويف فانكشنز الأصلية تبعت الهاملتونيان. بقول له لأنه أي ويف فانكشن ممكن نكتبه بدلالة بيسز، والويف فانكشنز الحقيقي تبع الهاملتونيان is normalized وهو يعتبر basis. إذن رايت بساي اللي أنا مقترحها اللي هي التريال ويف فانكشن اللي خمنت تخمين التريال ويف فانكشن التجريبية as a linear combination of the different eigen functions. هذا هو كتبتها بدلالة phi i. شو ما هدول phi i؟ هدول فاي اي هم الويف فانكشنز تبع الهاملتونيان الأصلية. بمعنى آخر لما حطيت اتش أثرت فيها في بساط العتل الانرجي الانيرجي اللي بدك إياها، بس هذه الانيرجي كلها مش الجراوند ستيت. أي حسب انت ايش حطيت فاي، حطيت هنا واحد بديك كده واحد، حطيت اثنين بديك اثنين وهكذا. طيب هذه منطقية عملناها كتير. قال لي طيب مش انت بتقول لي هذا نورماليز؟ انت بدك تخمن وتعمله نورماليزيشن من اول. انت بتقترح ويف فانكشن بتقول ساي بتساوي ان اي تو باور ناقص الفا اكس، الفا باراميتر، ان نورماليزيشن، جيب النورماليزيشن. بتجيبه اذا انت بساي اللي اقترحتها نورماليزد، انت اقترحتها نورماليزد. بيقول لي سينس بساي از نورماليزد، ايش النورماليزد؟ بيقول لي يعني بساي، فبساي بتساوي واحد. طب بساي ايش بتساوي؟ هاي انا فرضتها برا تبعتها، هذه بتصير برا وهذه كومبلكس كونجكيت تبعتها. تمام. وهذه هذا هي. طب هذه ايش؟ طبعا هذا شرطها انه ما ديش مساوي واحد. طب مش هذه دلتا اي جي، والدلتا وهنا في اي بتروح الاي وبتصير جي جي، لانه الدلتا بتلغي سميشن. اذا معناته طبعا هي مفروض تكون جي. هذول دير بالكم تو سميشنز، ها بدنا ننتبه.
هذا المفروض يكون في عندي، لانه من هنا سميشن ومن هنا سميشن، فهذه يمكن خطا مطبعي، هذه تو سميشن عشان بس نعرفها. الدلتا هذه ضيعت واحده صم من السميشنز، تمام. طبعا احنا ممكن نضيع الاي او نضيع الجي، فضيعنا الجي وخلينا الاي تربيع، تمام، هذا منطقه وخدناها واحنا بنشتغل بالبرتربيشن، تمام. يوزنج ايكويشن 45 اللي هو هذه، الان بدي اروح على معادله رقم 44. ايش بتقول معادله رقم 44؟ انه بساي اتش بساي، بدل بساي بدي اعوض عنها من معادله 45، وبدل بساي هذه بدي اعوض عنها. حلو، اذا هذه الليفت هاند سايد صارت بدل بساي، هذه صارت برا، عوضت عنها زي ما انتم شايفين، هذه صارت برا وهذه كومبلكس كونجكيت، وبدل هذه حطيت جي بس عشان اغير، هل تو سميشن زي هنا انا معدلها، تمام. قال لي ايش هذه؟ قلت له هذه هيها شايفينها اتش في بساي اي بتساوي اي اي فاي اي، يعني اتش في بساي جي، اتش في بساي جي بتساوي اي جي في بساي جي، يعني هذه من معادله رقم 45 هذه، صح ولا لا؟ تمام. طبعا هذه انرجي، هذه فاليو، بتطلع برا ايش بتصير عندك؟ بتصير هذه، هاي الدبل سميشن اي اي ستار اي جي، واي جي جبتها من هان، سوري طبعا هذه انا جبت هذه لكن هي هان اتش، وبالتالي بتصير اي جي، تمام. بتساوي اي جي، ايش هذه؟ رجعنا لدلتا، دلتا اي جي، ما زال دلتا اي جي بتلغي لي واحده من التو سميشنز، وبصير في عندي هذه، هذا هي دلتا اي جي عشان بس نعرفها، التقت الجي ضلت عندي اي. طب هذه يلا نفكها، هذه اي اي، اي ايش بتساوي؟ 1 2 3 4 5، خذ اول واحد، هاي اخذت اول تيرم، ايش ضل؟ ضل ما تبقى من الترمات، اذا اخذت اي بتساوي 1، وقلت باقي الترمات خليهم، هل قلت هذه بتساوي هذه زائد هذه، هذه بتساوي هذه زائد هذه، اذا هذه صفر معناته هذه بتساوي هذه، طب اذا هذه مش صفر معناته هذه اكبر من هذه لانه زائد، اذا ممكن اقول واحدة واحدة اي اي، بتقول لي فك لي الاي اي لحالها، اي اي بتساوي اي واحد زائد ما تبقى من ترمات، يعني الاي هذه كلها اكبر من الاي واحد، مزبوط ولا لا؟ قطع، لانه اي اي هذه بتساوي بتساوي اي اي لما هذه تساوي صفر، طب لو هذه مش صفر معناته هذه اكبر من هذه، منطقية، اذا صارت بساي اللي هو الليفت هاند سايد اوف ذا لما بتساوي، بدي أقيم اي اي هذه واحط محلها اي 1، ساعتها بتكون اكبر، هاي حطيتها اكبر او تساوي بدل اي اي اللي هان حطيت محلها اي 1، صح؟ لان هي اكبر من الاي 1، حطيت محلها اي 1، طب هذه اي 1 اي 1 اخذها عامل مشترك بتصير اي اي تربيع، طب هذه تو اثبتناها 1، هذه تو لسه اثبتناها قديش؟ هذه تو لسه اثبتناها من المبدا النورماليزيشن اوف ذا تريال ويف فانكشن، هذه قد ايش؟ قال لي 1. اذا يوزنج ايكويشن 46 اللي بتقول هذه بتساوي 1، طلعت اثبتت انه الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان بدلاله بساي اللي انت بتفترضها، اللي انت بتحاول فيها، اللي انت بتخمنها، بتكون اكبر او تساوي اي 1، معناته كيف بدك تجيب اي 1؟ قال لي اعمل مينيمايزيشن لهذه النتيجه، هذه النتيجه بتقدروا تجيبوها؟ قلت له هذه النتيجه سهله، ما هي هذه النتيجه قعدنا نكتبها، هذه سهله، ما زال هاملتونيان معروف وبساي انت اقترحته، يلا نجيبها الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان، جيبها بيطلع عندك قيمه، ها بما انه بساي بدلاله الباراميترز الفا او لامدا او اي او بي اي ان كانت، فاضل بالنسبه للباراميتر سويها بزيرو مينيمايزيشن، طلع قيمه البارامترز، عود بقيمه التكامل او الاكسبكتيشن فاليو، طلعت اي 1، هاي نتيجتنا. اذا ذا ميثود از ابلايد باي تشوزينج ا ريزونابل التريال ويف فانكشن، طبعا كلمه ريزونابل حطوا عليها خط لانه هذه مفتاح الحل، هذه مفتاح الحل، كلمة reasonable إنه أنت بتكاش تخمن ويف فانكشن
كتير شاذ، لأنه كل ما كان تخمينك أقرب للواقع كل ما كانت نتيجتك أكبر للدقة. إذا هذه very important reasonable trial wave function. طب وأنا كيف بدي أعرف؟ قال لك الخبرة بتخليك تعرف. أنت المسألة اللي بتحلها بتعرفها، بتقول إيش الشكل هذه مثلاً ويف، نفترض هيدروجين أتوم إجى عليها الإلكتريك فيلد، معناته هذه بدها تشبه الإلكتريك فيلد. الهيدروجين أتوم، طب الهيدروجين أتوم بده يصير عليه شوية تغييرات، يطبع النقص نفترض ألفا آر، إذا حطها ألفا آر وخلصنا، بضل ألفا قديش قيمتها أنا مش عارفه. تمام، هارمونوكسليتر بقول له يطبع النقص ألفا إكس تربيع، لأنه كان فيها إكس تربيع الجاوزيان ويف فانكشن. وهكذا، إذا الريزونابل لازم يكون يعتمد على خبرتك كفيزيائي. هذه لازم تعتمد على خبرتك كفيزيائي. which depends on a set of unparameters. وكل ما انت كنت متحير تخمن صح كتر البارامترز، كتر البارامترز، كل ما كترت البارامترز المساله بعد كده وانت بتعمل مينيمايزيشن بديك جواب اكبر للدقه. طبعا احنا مش هناخد الا بارامتر واحد بس مجرد عشان نعمل تيستينج للبروبلم. هدول البارامترز انا بدي اعتبرهم لمدة واحد، لمدة اثنين، لمدة ثلاثة، وزي ما اتفقنا فحيكون عندي بس لمدة واحد. اذا الويف فانكشن اللي انا بدي اقترحه بيعتمد على هدول اللمدز، اتفقنا لمده واحده هيكون معانا. طيب هلقيت هذه، ما احنا عارفين كيف نجيبها، هذه انعرفت. انا عدي بفرجيكم مثال، والادش ما هو اصلا في المساله موجود، وهذه معروفه، هذه اوبريتر بياثر على هذه، بضربه في هذه بكامل، وهذه عباره عن دي اكس دي واي دي زد، او ار تربيع سين ثيتا دي ثيتا دي فاي، يعني كل هذه دي في معروف، بيطلع ايش عندك؟ I function بدلالة اللمدز، هذا function بس إجا بكلمة integration function. بدك تعمله minimization بالنسبة لمين؟ لللمدز. إيش بدك تسوي؟ بدك تشتق بالنسبة لللمزة. from the lemma بقول لي هذه لازم تكون أكبر أو تساوي epsilon واحد، E واحد. يعني كيف بدك تجيب the ground state energy اللي هي epsilon one؟ we have to minimize the energy function. كيف بنعمل مينيمايزيشن؟ بنفاضل بالنسبه لللمدز كلها، لو كان في عندي لمده واحده بشتق بالنسبه لللمده، بطلع قيمه اللمده وبعوض وين في هذا الفانكشن، هي نفسها اي مينيمم، هي الاي فيريشنال، هي الانرجي اللي انت بدك اياها نتيجه الفيريشنال ميثودز. فقط بدنا نجمل بنقول كيف هذه بتنجح. The success of this method still depends on having a good trial wave function. أنا قلت لكم حطوا خط على كلمة reasonable wave function. إذا لازم تعتمد هذه نجاحها من عدم نجاحها على كيف اختيارك للwave function. having a good trial wave function كيف بدك تعرفه good ولا مش good؟ إحساسك كفيزيائي، خبرتك الفيزيائية، أنت بتخليك تخمن صح. وحتشوفوا لما تطبقوا على الواقع، وعندنا بالامثله مجرد تيست، حتلاقوا انه العمليه سهله جدا. تمام، with the good set of parameters، وزي ما اتفقنا حط واحد، حط اثنين، حط ثلاثه، this is what is called the variational method. هذه اللي بسميها الفيريشنال ميثود. ايش بتقول؟ بيقول انك انت بدك تغير البارامترز او تعمل مينيمايزيشن. You vary the parameters within the trial wave function and find the parameter set that minimizes the energy. بتجيب قيمة البارامترز بتخلي الانرجي مينما. If the trial wave function is close enough، إذا كان تخمينك صح وكان قريب من الصحيح to the true ground state، so it is the minimum energy expectation value. إذا كان قد ما قربت للويف فانكشن المقترح او المفروض يكون، بتكون الانرجي برضو قربت للقيمه الصحيحه. if the trial wave function has the correct functional form، طب انت لو جربت جبت ويف فانكشن صحيح هتطلع عندك الانرجي اكزاكت قطعا. it leads to the exact ground state. وخلينا نجرب. let us solve the hydrogen atom. بقول الهيدروجين اتوم ما انت عارف حلها، مظبوط ولا لا؟ هذه ايش كانت بس هنا؟ اي نوت اللي هي البور راديوس، قمت الاي نوت وحطيت لمدة، بدي اشوف طريقه الفيريشنال بتطلع لمدة بتساوي اي نوت ولا لا. هذا هلقيت انا بدي اعتبره تريال، مش الترو.
هذا التريال مش الترو مش الصحيح. بقول لي هاي احنا بنعرف هذا هي طلع قارن هذا الصحيح اللي اخذناه من شطر خمسة بس مجرد بدل لم تحطت اي نوت. اذا انا مفروض اذا الطريقة صحيحة يعتمد عليها قيمة لمدة لازم تطلع قديش اي نوت والانيرجي حتطلع اللي اخذناها في شطر خمسة. يلا نجرب نيجي نجيب الاكسبكتنجن فاليو للهاملتونيان تبع الهيدروجين اتوم بالنسبة للويف فانكشن هذا على اعتبار انسوا انه هو الترو هو التريال مش الترو لانه الترو لمدة بتساوي اي نوت وانا حطيت لمدة ممكن ما تكونش اي نوت. طيب كيف بدي اجيب هذه بسايتريال اتش بسايتريال اشي اتش هذه تبعت ايش تبعت الهيدروجين اتوم اتش هذه تبعت الهيدروجين اتوم ايش هي كاينتيك انرجي ناقص بوتنشال انرجي والبوتنشال انرجي للهيدروجين اتوم ناقص اي تربيع على ار اخذناها بالتفصيل. تمام هذه ايش هي هذه ما هي اتش بار اوفر اي ديل مضبوط البي هذه عباره عن اتش بار اوفر اي ديل كنا بنعرفها هذه الحاله قبل التربيع ايش بتساوي اتش بار اوفر اي ديل صح ولا لا؟ طب الديل عبارة عن في السفيريكال كوردينيتس بي تربيع بصير ديل تربيع وناقص اتش بار تربيع اذا بدي الديل تربيع في السفيريكال كوردينيتس هذا هي حقت بساي هذا شايفينها بدها هذه لانه هذه الديل بتاثر على هذه وهذا هي الها دعوه بالثيتا والها دعوه بالفاي لا هذول روحوا طلع لي زيرو تمام. اذا بي تربيع على 2 ميو بسايت راي بتساوي ناقص ربعت هذه تربيع الاي ماينس اتش بار تربيع ديل تربيع والديل تربيع طلع بس هذا التير مظبوط ولا لا اللي هو واحد على ار تربيع بارشل على بارشل ار بطل في بارشل لانه ما فيش الا ار دي تربيع على دي تربيع ار تربيع نيجي نشتق هذه هذا هو الكريال اشتقها قال لي اشتقاقها ناقص واحد على لمدة ناقص واحد على لمدة وهنا في ناقص راح الناقص مظبوط ولا لا إذن هاي اللمدة تمام وهذا النورماليزيشن كونستانت دير بالكم هذا النورماليزيشن كونستانت مرات بدكوش اياه بس انا هنا للتسهيل لانك انت بدك تجيبه من البداية تمام. صار عندي بي تربيع بدي افاضل هذا مرتين ليش لانه الاول في تفاضل الثاني زائد تفاضل الاول في الثاني فاضل الاول 2 ار وفي هنا ار تربيع صارت 2 على ار الفاضل هادي عباره عن ناقص 1 على لامدا اي تو باور ناقص ار على لامدا وفي ار تربيع حطيناها اذا ار تربيع مع الار تربيع هذه بتروح بتصير هيك اذا اول تيرم اللي هو وين روحت انا هذا كله جبته ضايل هذا بسيطه اذا هاي صارت كيف هذا هذه كلها جاءت من البي تربيع وهذه البوتنشال انرجي ايش ضايل عليك كامل هاي فصلتهم ثلاث تكاملات مختلفه ذكرين هذا التكامل اللي بنجيبه من الانتجريشن تيبل اكس اس ان اي تو باور ناقص اي اكس بيساوي ان فاكتوريال على اي ان بلس 1 تمام هنا ار اذا واحد فاكتوريال ايش الاي ناقص 2 على لامدا اذا ناقص 2 على لامدا اس 2 مظبوط ولا لا هذا هي 1 فاكتوريال تمام 2 على لامدا 2 على لامدا بصير لامدا على 2 اس 2 طب هذه 2 فاكتوريال و2 فاكتوريال 2 والاي نفسها بس اس 3 طب هذه زي هذه اوت طلعنا كل التكاملات سهلة هذه دير بالكم انا جايبها من وين من انتجريشن تيبل من تيبل اوف انتجرال تمام عوض هاي الاكسبكتيشن فاليو بدلاله ايش طلعت بدلاله لامدا هل هي الانرجي لا الانرجي هي قيمه هذا الفانكشن المينيمم جيب قيم لامدا اللي بتخلي الفانكشن هذا مينيمم مينيمايز فاضل بالنسبة للمدة فضلت ايش تفاضل واحد على مدة تربيع ناقص ناقص اتنين على لمدة تكعيب وايش تفاضل ناقص واحد على لمدة أس سالب واحد بتصير سالب صار زائد واحد على لمدة مظبوط تمام
لمدة صارت لمدة تربية، لمدة تربيع مع لمدة تكعيب بضل عندي لمدة، طلعت قيمة لمدة اتش بار تربيع على ميو اي تربيع، وهي قيمة اللي انا معرفها. اذا معناته الفيريشنال ميثود طلعت لي القيمة الصح، وهي الانيرجي رح تعوضت. لمدة هذه شايفينها؟ عوضوا هنا، عوضوا هنا، فروحت عوضت اتش بار تربيع على 2 ميو بدل لمده تربيع، قلت عباره عن اتش بار تربيع هي على ميو اي تربيع، ربعتها لانه لمده تربيع ناقص اي تربيع على لمده لمده، تمام. طبعا هنا اتش بار تربيع وهنا اتش بار اس 4، بضل عندي اتش بار تربيع في المقام وهنا اتش بار تربيع في المقام، هنا اي اس 4 صحيح ولا لا، وهنا اي اس 4 وهنا اي تربيع وهنا في اي تربيع فوق بتطلع لانه هذه مقام المقام، فبصير اي اس 4 صحيح ولا لا، وهنا في عندك ميو وفي عندك هنا ميو وهذه ميو بتطلع برا ميو تربيع بتصير في البسط ميو. اذا هذا هي الجواب وهي قيمه الانيرجي الصحيحه، تمام. اذا عمليه سهله، التيلير ويف فانكشن جيب الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان، فاضل بالنسبة للباراميترز عشان تعمل مينيمايزيشن، وعوض بقيمة الاكسبكتيشن فاليو عشان تطلع الانيرجي، تمام. Which is the exact result. طيب بيقول لي نفترض انه في واحد ما قدرش يخمن صح، كيف؟ قال لي ها انا حطيت لك التريال ويف فانكشن كتير مشلق، يعني واحد فيزيائي بحاولش هذا الويف فانكشن لانه هذا ار تربيع هذا الهارمونيك اوسيليتر، وانت بتقول لي هذه الجيناتوم ايش من زاد عليها؟ بتطلعش بهذا الصيغه، بتطلعش بهذا الصيغه، يعني هذه محاوله واحد غشيم زي ما بنقولها. هب انه انت غشيم ورحت حاولت، نشوف كيف تطلع معك الانرجي. هذه الويف فانكشن كتير شاذه عن الواقع، اعيد واكرر، فيزيائي بحاول يشيها، واحد عنده خبره فيزيائيه وبقولك هيدروجين اتوم عارف انه هذا الويف فانكشن للهارمونيك اوسيليتر، ايش جاب لجاب، لكن بدي اقول هب انه واحد بده يجرب مش انه جدي قال بدي اجرب، بسيط، ايش بدي اسوي؟ بدي اجيب الاكسبكتيشن فاليو، جبنا الاكسبكتيشن فاليو هذا هي. اول طبعا هنا قال لي هذه ان، بدك تجيبها، طيب نورماليزيشن هذا هي، قال لي هذه ار تربيع معناته 3 2 فاكتوريال في الشيء الاي 2 لمدة اس 3، اذا 2 فاكتوريال تمام، وهذه اللمدة طلعناها، وهذه الاربع باي اجت من وين؟ ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، او هذه ار تربيع تمام، هذه اجت من هذه الفانكشن لانه هذه مختلفه، هذيك ار هاي هذا هي جاما ان بلس 1 على 2 2 اي اس ان بلس 1، هذا برضه بنديكم اياه من تيبل اوف انتجريشن، فهذا طلعت الان بتساوي 2 صح، معناته 2 زائد 1 3 على 2، 3 على 2 هو عباره عن 1 زائد نص، 1 زائد نص بتساوي نص جاما النص، نص جاما النص صحيح ولا لا، هذه بتطلع جاما اس 3 على 2، انا يمكن مستعجل ومش عاملكم اياها لكن بتهيألي كلكم تعرفوا جاما هذه بتصير 3 على 2، ارجع لكتب الماثماتيكال فيزيكس هذه بتساوي نص جاما النص، ذاكرين جاما النص قديش؟ سكوير روت اوف باي، ايدنتيتي مشهوره في كتب الماثماتيكال فيزيكس، اذا هذه هي سكوير روت اوف باي، مظبوط ولا لا؟ اذا هذه سكوير روت اوف باي، هنا في 2 وفي نص صارت 4، وهي سكوير روت اوف باي جايه من جاما النص، تمام. اي اس ان بلس 1 على 2، ايش اي؟ عباره عن 2 لمدا، اس ان زائد 1 على 2، ان عباره عن 2 زائد 1 3 على 2، طلعت النتيجه، قال لي هذا هي، ايش جبنا ان؟ اذا بصاي النورماليزد عرفتها، تمام. بدي البي تربيع، تنسوش انه الهاملتونيان عباره عن بي تربيع على 2 ميو ماينس اي تربيع على ار، خلينا البي تربيع والبي تربيع اتفقنا دل تربيع مظبوط ولا لا، والدل تربيع اخذنا بس الار لانه برضه هنا تعتمد فقط على الار لا تعتمد على الثيتا ولا على الفاي، تمام. فاضل لي هي هذه تريال بكل تفاصيلها، بدي افاضل هذه عباره عن 2 ار بارشل بصاي على بارشل ار زائد ار تربيع بارشل بصاي على بارشل ار،
فعملتها وهذه سهلة إنه أعملها. طبعا هي آر تربيع اشتقيتها أنا وقلت بتساوي البي تربيع اتنين ميو بتساوي إن ناقص اتش بار دي آر آر تكعيب على اعتبار إن أنا عملتها بالبصيات كلها تمام إي تو باور ناقص لمدا آر تكعيب طلعناها. قال لي إذن معناته هذا هي جبتها وآي طلعتها. إيش بك تسوي؟ بدك تكامل هالجيت هادي في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي فهذه روح ضربت الآر تربيع فيها. هذه الآر تربيع في الآر تربيع صارت آر أس أربعة. هذه الآر تربيع في الآر طلعت آر. استخدم برضو العلاقة اللي توع منها هذا هي فصار هذا عبارة عن آر أس اتنين معناته جاما اتنين زائد واحد على اتنين خمسة على اتنين والخمسة على اتنين واحد زائد تلاتة على اتنين والتلاتة على اتنين إذن هي عبارة عن تلاتة على اتنين جاما التلاتة على اتنين إذن هي تلاتة على اتنين في نص تلاتة على أربعة جاما النص وجاما النص قديش سكوير روت أوف باي. إذن هذه سهلة هذا هي سكوير روت أوف باي على أربعة تمام. طبعا احنا عملنا كل الأمور تمام وهذه 3 على 8 وهذه 1 على 2 هذه تكاملات سهلة باستخدام هذا التكامل طلعت الانيرجي خلص مش الانيرجي سوري الاكسبكتيشن فاليو بدي الانيرجي مينيمايز اشتق بالنسبة للامدا اشتقينا بالنسبة للامدا هذه اول رتبتها اشتقينا بالنسبة للامدا طلعت قيمة اللامدا طلعت النتيجة رحت عوضت في قيمة اي في هان في هان هي لامدا طلعتها تعال عوض هان هذه ربع اللامدا هنا ربعناها مزبوط ولا لا ربعناها ميو طبعا هذه 2 ربعناها 2 وهذه 4 2 في 4 8 تربيع 3 9 ميو تربيع اي اس 4 اتش بار اس 4 على باي هنا 1 على سكوير روت اوف لامدا وهي سوري هنا في سكوير روت اوف لامدا مضروبه في 2 باي برضو عملتها وطلعت النتيجه طلعت النتيجه هذه قال لي قارنها بالصحيحة قال لي طلعت 0.85 إيه 85% طلعت النتيجة. شوف احنا اتفقنا انه الـ wave function ولا واحد عنده ذرة علم فيزياء بيقترحها وبيحاول فيها لكن النتيجة برضو مش سيئة 85% إيه 85% بنقول جاي جدا مرتفع ممتازة إذن which is a good حتى ممكن نقول very very good answer 15% الخطأ 85% very very good تمام. إذن هذه هي الفيريشنال ميثود سهلة جدا نجمل أنت كفيزيائي بحسك وتجربتك الفيزيائية بتخمن ويف فانكشن مناسب للبروبلم تبعتك بتجيب الاكسبكتيشن فاليو للهاملتونيان اللي بدك تحله هذا الويف فانكشن اللي خمنته فيه باراميترز بتطلع النتيجة الاكسبكتيشن فاليو بدلالة هدول الباراميترز اللي هم أنا سميتهم لامداز اعمل مينيمايزيشن بخصوص اللامداز يعني اشتق بالنسبة لللامداز ساوي بصفر طلع قيمة اللامداز اللي بتخلي الانرجي مينيمم عوض هاي الانرجي لجراوند ستيت انرجي تمام. يعطيكم العافية هذا فيديو قصير جدا فقط عرفناكم على ميثود كتير مهمة في الكوانتم ميكانيكس تستخدم كتير ليش؟ لأنه ما فيش فيها شروط كتيرة طبعا هي بس صالحة للجراوند ستيت في الاكزايتد ستيت بتعمل مشاكل في الجراوند ستيت طبعا الجراوند ستيت بركة ما احنا كتير بكفينا وبالتالي طبعا احنا ممكن نجيب الاكزايتد ستيت بشوية انتباه وبالتالي لا فيها شروط لا جي تكونون سمول ولا اتش نوت سولفابل وبالتالي بروبلم يعتمدوا كتير فيها بحل المسائل الفيزيائيه الحقيقيه كان في النيوكليير في السوليد في الاتوميك وين مكان فيريشنال ميثود بتلاقيها سهله وعمليه المينيمايزيشن اصلا وسيله كتير مشهوره في الماثماتكس وبحلوها. يعطيكم العافيه هيك بنكون انهينا الشابتر السادس بضل عندنا شابتر وحيد عن السبين ان شاء الله حنبدا فيه بالفيديوهات القادمه هو عباره عن يمكن 2 فيديوز بنكون اجملناه وحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.